هنتكلم بعد كده عن الـ secondary hypertension. الـ definition بتاع الـ secondary hypertension هو hypertension due to an identifiable cause which might be treatable with intervention specific to that cause. 95% of the cases hypertension has no cause which we call essential hypertension وفي 5% من العيانين بيبقى ليه سبب وفي بعض الأحيان لما نعالج السبب ده الضغط بتاع العيان بيتحسن وما يحتاجش دواء ضغط امتى تشك ان العيان بتاعك عنده secondary hypertension لما يكون الضغط سيفير او resistant يعني تلاقي عيان ضغطه 160 100 بالرغم انه بياخد 3 3 كومباين ثيرابي بهاي دوزز انكلودنج لما مره واحده تلاقي العيان نورمال ومره واحده تلاقي ضغطه عالي عالي فجاه وكان قبل كده ستيبل وما عندوش ضغط لما يبقى ال onset in young age سواء اقل من 30 years من غير family history of hypertension or obesity او يكون before puberty او لو لقيت manifestations of the cause يعني, يعني obstructive sleep apnea لقيت عيان عنده chronic kidney disease لقيت سبب للsecondary hypertension في الوركاب بتاعك انك انت اول حاجه بال out of office confirmed hypertension هتconfirm confirm ambulatory او home blood pressure هتعمل general Basic evaluation هي stereophysical examination و lab testing زي ما اتفقنا. بعد كده هترول اوت out ال diet كوزز drug-related causes. يعني إيه؟ يعني دي كلها أدوية بتعلي الضغط زي مثلا non-steroidals، زي سيلكتيف selective cox 2 inhibitors، زي ال sympathomimetics وأشهرها ال decongestants اللي بناخدها في البرد، زي ال diet pills، زي ال زي المودافينيل والأمفيتامينز. زي الانتي زي الماو Inhibitors، زي الاورال Contraceptive Pills فانت هتاخد يعني ثورو هيستوري للعيان عشان تشوف لو في دوا هو اللي عامل له الهايبرتنشن ده زي الستيرويدز زي الاميونو زي السايكلوسبورين مثلا الـ زي الاليثروبويتن زي الهربال Preparation، زي الافيدرا كل دي حاجات بترفع الضغط حاجات اللي ليها علاقه بالدايت العيان بياخد هاي سولت انتيك العيان بياخد ليكورس كتير العيان بيشرب الكولز كتير العيان اوبيز كل دي حاجات ممكن تعمل secondary هايبرتنشن ومن ضمن الحاجات المشهوره ان الاوبيزيتي بتطلع مور اديبوكاينز والاديبوكاينز دي بتستيميوليت السيمباثيك نيرف سيستم والراس سيستم وتعلي الضغط فالاوبيزيتي دي الميكانيزم اللي بتعمل بيه هايبرتنشن الى جانب باقي حاجات الميتابوليك سيندروم يبقى Confirmed إن الضغط عالي، خدنا History physical examination، اتأكدنا إن هو ما عندوش diet او دراج drug-related causes، هنبدأ ندور على كلوز للسكندري هايبرتنشن hypertension، لو لقيناها يبقى هنعالجها، لو لأ ولسه السكندري secondary hypertension is still a يعني العيان ده سنه صغير آه وما عندوش family history، ومش اوبيز فانا لسه شاكك في secondary هايبرتنشن بالرغم ان انا عملت ايه ما عنديش كلو واضح وعملت اكسكلوجن للدايت والدراج ريليتد كوزز هعمل ايه؟ دي الحاجات الموست كومن من سن 0 ل 18 سنه بيبقى الرينال برينكمال ديزيز والكو اركيتيشن اوف ذا اورتا والمونوجينيك ديس اوردرز كومن في سن 19 ل 39 سنه اللي هم الينج ادلتس الرينال برينكمل ديزيز ستيل كومن الرينال artery stenosis علشان الفايبر ماسكول ديسبلازيا والمونوجينيك ديزوردرز برضه الميدل ايجيد ادلتس بقى من 40 ل 64 الهايبر is از فيري عشان كده بينجح الاسبايرونلاكتون كتير في ريزستنت هايبرتنشن الاوبستراكتيف سليب apnea كوشنج الفيوكروما وكمان رينال parenchymal ديزيز فال very old age بقى الثيرويد والرينال parenchymal disease of course وكمان رينال artery stenosis بس في السن ده مش هيبقى fibromuscular dysplasia لا هيبقى بسبب atherosclerosis. طيب نتكلم عن شوية أسباب لل secondary hypertension أول حاجة ال سليب sleep apnea أه العيانين دول بيبقى عندهم hypertension في 5 ل 15 وبيبقوا مشهورين ان عندهم resistant hypertension في 30% من الحالات الهستوري هتلاقي ان العيان ده بيشخر وهو نايم عنده سنورنج وعنده اوبيزيتي وبينام بيبقى نايم انا هروحه طول اليوم بيبقى عنده داي تايم سليبنس وبيبقى عنده مورنينج هيرك وايريتابيليتي وطبعا هنسكرين ازاي بالكويشنير وبالحاجه المشهوره اللي هي البوليسومنوجرافي علشان نشوف لو عنده obstructive سليب apnea بيروح عياده نوم ونتاكد من القصه دي والعيانين وبستركتف ستيب ابنيا لما بنحطهم على سي باب البلاد بريشر بتاعهم ممكن يبقى كنترولد فقط بالسي باب ده من ضمن الاسباب المهمه قوي للسكندري هايبرتنشن هي البرايمري الدوسترونيزم وبيبقى عندهم بوليوريا وبوليديبسيا وساعات مصل ويكنس لكن كل دي حاجات مش هتفرق العيانين دول لما نعمل لهم من غير علاج خالص هنلاقي يعني الالدوستيرون للرينين ريشيو عالية، وساعات نلاقي البوتاسيوم قليل وممكن يبقى Normal. احنا عندنا uh, Primary hypoaldosteronism و Secondary, uh, secondary hypoaldosteronism، وعندنا Primary hyperaldosteronism و Secondary hyperaldosteronism. هنتكلم عن Primary uh, hyperaldosteronism اشهر سبب ليهم أن يكون عندهم bilateral adrenal hyperplasia او عندهم aldosterone producing adenoma وزي ما قلنا ان هما ممكن يبقوا البوتاسيوم بتاعهم نورمال وممكن يبقى البوتاسيوم بتاعهم قليل ولما بنشك فيهم بنعمل aldosterone to the رينين ratio من غير ما ياخدوا علاج لو نورمال خلاص لو abnormal بنحتاج كونفيرماتوري تيست لو لقينا الكونفيرماتوري تيست abnormal بنعمل لهم ادرينال آه, سي او ام آه, ونشوف لو هم عندهم القصه دي ايه هي الكونفيرماتوري تيست مش مهم ان انتم تعرفوها قوي بس زي السلاين انفيوجن والاورال سولت لودنج والفلودرو كورتيزون سبريشن تيست آه, دي ادويه بتعمل فولس الدوستيرون رينين ريشيو زي البيتا بلوكر والسنترال الفا بتزود الريشيو زي الاس والديوريتكس والام ار بتقلل الدوستيرون رينين ريشيو وزي الكالسيوم والالفا والالفا بلوكرز ممكن يخلوها اب نورمالي نورمال يبقى لو عنيان عنده ضغط عالي وعنده هايبوكاليميا هنشوف البلازما رينين والبلازما الدوستيرون لو الاثنين لقيناهم زيدين البلازما رينين والبلازما الدوستيرون يبقى هنستجيت لحالات السكندري هايبر الدوستيرونيزم زي ايه؟ زي الرينو فاسكولار هايبرتنشن يعني في حاجه مع ليه الاثنين الدايوريتيك الرينين سيكريتنج تيومر المالجننت هايبرتنشن وكواركتيشن اوف ذا لو لقينا البلازما رينين قليل والالدوستيرون عالي يعني الالدوستيرون تورينين ريشيو زايده يبقى هندور على البرايمري هايبر الدوستيرونيزم بالكونفيرماتوري تيست اللي قلناه لو لقينا الاثنين قليلين يبقى هندور على الحاجات الرير ودي حاجات فيري رير رينا ارتريستينوزز من ضمن الحاجات انك تسمع عليه ابدومينال بروي او يكون عنده بريفير vascular ديزيز وبيتشخص بالسي تي انجيو او ام ار انجيوغرافي وزي ما اتفقنا رين ارتستينوزس هيبقى الرنين عنده عالي والألدستيرون عنده عالي والبوتاسيوم عنده قليل اللي هي كانت دي الاثنين زايدين والبوتاسيوم قليل كانت من ضمنها رينو فاسكولار هايبرتنشن لكن البرايمري هايبر الدوستيرونيزم هي ان الألدستيرون يبقى زياده ويعمل نيجاتيف فيدباك فيقلل الرنين طبعا الرينال parenchymal ديزيز هتلاقي كل المانيفستيشنز بتاعت الكرونيك كيدني ديزيز الكوشنج انتوا عارفين نشخصه ازاي بال24 اور يونري كورتيزول والديكسا سبريشن تيست الى جانب طبعا الحاجات اللي بتش هبقى مشهوره في الكوشنج الفيكروموسايتوما اشهر حاجه فيها انها بتيجي في اتاكس باروكسيزم الهايبرتنشن وبوندنج خلاص وبنعمل بلازما ميتانفرنس و24 اور يونري ميتانفرنس الهايبو والهايبر تايروديزم فجزء من الورك اب بتاعنا لازم يكون الثايرويد بروفايل الـ فلازم لو إحنا بنشخص الـ secondary الدكتور اللي بيعمل إيكو ويبص على الأرش ومن ضمن الحاجات أن يكون الـ blood pressure في الـ lower limbs أعلى أكتر من 20 على 10 systolic على diastolic يشخص كوركيتيشن uh, uh, of the اورت uh, this concludes our talk عن الـ secondary hypertension